كابتن بلال، ألف مبروك، فوز مستحق برغم أن الأداء لم يكن على المستوى المطلوب زي ما قال الكابتن أسامة. بص، نختلف أو نتفق على الأداء، لكن مهم في أول ماتش للراجل أنه يكسب. صح، خاصة أنت بتتكلم في سيمي فاينل، دي نقطة مهمة جدا. أيوة. النهاردة جاي أول مباراة ليا، تمام، بتعرف على أداء اللعيبة داخل الملعب، بشوفهم بعيني، تمام، بقيم بشكل كويس. ممكن يكون الأداء مش أفضل شيء، لكن مهم بالنسبه له نفسيا ومعنويا انه يكسب النهارده. صح، انت بتكسب النهارده، وصلت فاينل، عندك 21 يوم تفضل تفكر وتشوف وتقرا وتجيب ماتشات الزمالك وتتفرج عليها وتجيب الحاجات اللي فيها مشاكل بالنسبه لهم فنيه وتشتغل على مشاكلك الفنيه، لكن الاهم من كل ده انك بتكسب النهارده. تكسب النهارده ده مكسب معنوي جيد من وجهه نظري. 19 يوم. ايه؟ 19 يوم، هو الماتش 21. الماتش 21 باذن الله ان شاء الله. الاهم من كل حاجه انك النهارده بتكسب، يعني هو راجل كمان لما يبتدي يدخل في الاجواء وهو بيكسب حاجه مهمه جدا بالنسبه له. اه، ممكن نتكلم عن الاداء مش جيد، اللعيبه يعني بعد الهدف الاول اطمأنت للنتيجه، وبتلعب فريق بتروجيت عارفين ان في اي وقت من الاوقات انا اقدر اسجل لان الفرص المتاحه كانت كتير، ولكن والظروف برضو ساعدتك، والشناوي انقذ النهارده برضو بنالتي كان ممكن يودي المباراه في حته مش افضل شيء، لكن نخرج من المباراه النهارده بنقول ان دي برضو مباراه كاس. في النهايه مباراه كاس، انت مطالب فيها انك تكسب. الاداء الجمالي عليه كومنتس، تمام، لكن النهارده بالنسبه لك انا بكسب عشان اوصل للفاينل. هلعب فاينل يوم 21 باذن الله عشان تبقى بطوله تتكتب وتتحط في السي في بتاع الراجل. اه، الراجل النهارده بنشوفه بيغير التغييرات العاديه اللي احنا شايفين. اه، النهارده بيغير، بيطلع محمد طاهر وبيطلع محمد شريف، بيلعب زي ما كابتن اسامه اتكلم في النقطه دي، يعني عدل الكفه يعني نوعا ما. هو واضح ان هو الاسلوب بتاعه هجومي شويه، يعني هو يعني عاجبني الحته دي، انه بيدور على الحته الهجوميه، بيدور يعني كسبان 1-0 وبيدور على الحته الهجوميه. أيوة. عايز دايما يكون بيلعب قدام، عايز دايما يخلق فرص، ودي حاجه مهمه جدا 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 النهارده. لسنا برضو حته ان احنا نشتغل ازاي هجوميا، ازاي نستغل الفرص بتاعتنا. احنا مش معقول كل ماتش يا جماعه هنطلع نقول يعني لو لا قدر الله كان البنالتي جه جون، كنا هنعاني بشكل كبير من خد بالك مش من نجيب فينا جون. أيوة. من ان احنا بنضيع اهداف اسهل مما يمكن. ممكن نرجع الفرصه دي تاني بعد اذنك، نرجع الفرصه دي. دي فرصه من ديم فراس زي ما انت قلت يا كابتن، هو واضح ان الراجل اسلوبه هجوم. اه طبعا. بص يا كابتن، اللعيبه في البص اربع لعيبه، 1 2 3 4، والخامس بيتحرك علي معلول النازل، في مساحات عمرو السولاي. نعم، في مساحات كمان. اه، في مساحات طبعا في فرق، بس ده الكلام اللي قلناه على فرقه بتروجيت انه هيقفل ست سبع لعيبه. بص يا كابتن، القلب عامل ازاي في خمس ست لعيبه، تمام، بس التحرك هنا جيد. حسين الشحات لعبها بشكل كويس جدا، علي معلول رائعه جدا 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 جدا، شريف الحقيقه يعني بيمينك شريف في اي حته جول، بيمينه في اي حته جول، يعني اي يعني ساقه يعني الانكسبكتد، يعني انك انت تلعبها برجلك الشمال بصراحه بالنسبه لي انا كراس حرب. ايوه، الطبيعي جدا. اصل خد بالك كابتن، لو باليمين لو قلشت هتيجي جول، لو قلشت ما انت كراس حرب وانت بتلعب الكوره بتدي احتماليات كتيره للاعب، لو لعبتها ببطن رجلي قصادها هتيجي جول ولا لا؟ طب لو فتحت مني سنه هتيجي ولا لا؟ الجون مفتوح على رجله اليمين، الجون كله مفتوح بالظبط، خاصة ان الكرة قدامي يا كابتن شريف، عارف الكرة لو ورايا هنقول هتبقى صعبة شوية، فاهم قصدي؟ انما الكرة قدامي، القلشة لو فتحت بطن رجلك سنة صغيرة برضه ممكن تخش الجول. طب خليني اسألك سؤال، الفترة اللي جاية بس عايز اقول لك على حاجة، حتى بالشمال لو هتحطها في الدقيقة، لا بالشمال لو في الدقيقة عالية جول، عالية عالية كابتن في الدقيقة جول. طب يعني مين ولا عليه في الشمال؟ حتى الشمال لو حطيتها كده طبعا. يعني هي جت في كعب رجل، انما هي لو جت في بطن رجله كانت دخلت، فدي صعبه قوي، صعبه قوي. الشمال حتى كمان عايز بس اقول لك حاجه كمان، يعني حاجه في التكنيك بتاع اللعبه ده يا كابتن، دايما انت بتبقى حريص بتلعب على في الحاجات اللي زي دي برجلك اللي تقدر تسجل منها الهدف بنسبه 99%، تمام؟ ايوه، بنسبه 99%، لانك انت ما عندكش عندك الخيارات. بص يا كابتن، بص هو يعني عارف خساره بيمينك، يعني هي بيمينه اسهل حاجه. اه سهلة، بس هي بالشمال مشكلته ما خدتش بطن رجله بالكامل، يا خدت جت كعب رجله. عارف ليه يا كابتن اسامه؟ لان مش دي الرجل الاساسيه اللي بتحرك بيها. صح، هي كان عارف لو دي الاساسيه اللي بتحرك بيها هتظبط معاك زي ما انت عايز،
يعني هو كان هو عامل هو سبق كابتن سنك يعني عارف سبق سنك كوره يعني هو لو متاخر شويه كانت ممكن تظبط معاه. ده الجول الثاني كان كره ثابته طبعا ده رائعه طبعا معلول. يعني بص هدف من الاهداف الحلوه صح اللي تستمتع بيها الحقيقه يعني كوره محطوطه في حته لا فيها بقى جول كيبر موقف منعم هنا صعب جدا قوي جدا بالك يا كابتن وحاططها في حته يعني فيها توفيق غير طبيعي أي. يعني فيها دقه تمام اكيد يعني بس انت عارف الكوره لما بتخش الجول طبعا بتبقى فيها توفيق غير عادي. بص طالع جامب حلو قوي تمام حاطط الكره في الزاويه البعيده صح يعني جول حلو قوي بجد يعني من الاهداف اللي تستمتع بيها 2 متر و4 من عرض لا يعني هو كمان طالع فيها بتاع نص متر فوق كمان بص قاطع بشكل جيد جاب جول في النهائي اكتر من النهائي كده مع الرجاء هو مميز مميز جدا جدا عبد المنعم في الحته دي انا عايزه بس يهدى بس في الحته اللي ورا شويه تمام هيبقى هيروح في حته ثانيه يعني عبد المنعم من اللعيبه عنده ثقه في نفسه بيلعب دماغه كويس كابتن عادل اتكلم على امكانياته لعيب سريع بيلعب كوره بيحب يلعب كوره محتاج بس يعني ايه يعني عدم الافراط في الثقه بالنفس بالزبط. يعني دي مطلوبه من عبد المنعم ما تفرطش قوي في الثقه بالنفس أي. انت سنتر باك الكلام ده ممكن تكون انت في نص ملعب لكن انا سنتر باك دايما بلعب بحرص شديد جدا جدا وارد ان انا اقلش كوره وارد ان اتزحلق وارد ان انا اجرقص الكوره تتقطع مني وارد ان في حد يضغط عليا وانا بحاول الم كوره يعني الحاجات دي لازم المدير الفني في ودانه كده يقول له عبد المنعم خد بالك يعني الحاجات الصغيره دي تكلفنا كتير جدا في ماتشات مهمه لكن النهارده جول رائع جدا جدا